salade. Ou... Bonjour Dalla. Salade. Ça va? Ça va. اليوم اليوم عملنا هيك وصفة طبخة حبينا هيك تطلع شوي من العادة. عاملين سلادة طيبة كثير هي سلطة الروكا يلي بدنا نضيف لها الفيليه يلي مقطع مثل ستروغانوف بدنا نلوحه على نار مع زيت زيتون بلزمي بدنا نضيفه على الروكا. هيدي سيتون سلادة تشيد بتتقدم مفطورة. والوصفة الثانية عاملين تارت على مارشميلو يلي هي وصفة طيبة كثير صغار وكبار بحبوها. مش تارت انا اليوم عم بحكي على عجينة التارت السكري، اليوم عم نحكي على البسكوي يلي بدنا نطحنه بدنا نضيف له الزبدة بدنا ندعكه حلو. وبدنا ندوي بالشوكولا مع الكريم يعني سريعة شوي ايه مش هيك عملنا ما فيها خبز وكذا ما فيها شيء لا وصفة كثير سهلة وبدنا ندوي بالمارشميلو على نار مع شوية من المي تنخبر شوي المشاهدين انه كمان المارشميلو فينا نغطي فيه الكيك يعني اذا عاملين كيف البات سكريه اللي بنشتريها فينا نشتغلها بزيت طريقه هلا اليوم انا حبيت هيك اطلع من العاده بشتغل بالفيرين بس اكيد فينا نشتغل بقالب التشيز كيك بقالب التارت او بحيلا شي نحن بنحبه هلا بدنا نبلش تينا بالحلو بالمالح بالمالح يعني السلاد تبعيتنا السلاد اليوم عم نحكي على لحمه هلا احنا اشتغلنا نص كيلو نحكي على بورسيون صغيره لحمة الفيليه أو الفوفيليه يلي مقطعة مثل الشاورما أكيد ضفنا لها الملح بهار الأبيض بهار الأسود بمقلية على نار بدنا نوضع شوية من زيت الزيتون يعني هيدي وصفة كتير طيبة إذا عاملين إذا عنا مش كتير عالم يعني عاملين غدا او عشاء وما بدنا نعمل لحمه لان كثير ناس ما بياكلوا لحمه فينا نستبدل بهيدي الوصفه حلو يعني فينا ما نشتغل الفيليه او الجيبو ندخلها بالسلاد نشتغل يعني. بالسلاد هيك طيبه لكن حطينا زيت بمقليه على نار اول ما يحمى زيت بفتكر حمي بدنا نضيف اللحمه يلي مملحه ومبهره هون بتتقدم دافية سلاد دافية ايه سيتون سلاد تياد بدنا نلوحها بدنا نرجع نذكر انه اللحمة ضفنا لها بهار الابيض بهار الاسود ورشة من الملح لنعطيها هيك نكهة بدنا نتركها على نار لمدة 10 دقائق بعد 10 دقائق بدنا نضيف لها يعني هون تستوي على الاخر لتستوي هلا مش ضروري كثير تستوي لما تصير تعلو اوكي بدنا نرجع نضيف لها الفينيجر بلزاميك يلي بدي يعطيها نكهه بالزيت والفينيجر بلزاميك بدنا نضيفها على الروكا المغسله حلو. وبدنا نزينها بالصنوبر كمان المشوي وبتعوز صوص كمان نو ما بدنا صوص لانه اوريدي هيدي الصوص اللي نحن عم نشتغلها هلا يلي بحب كثير الصوص تكون زايده يعني زايده فينا نرجع نضيف شوي زيت زيتون مع البلسمة كمان بس هيك تنعطيهم لون لنرجع ننتقل للوصفه الثانيه هيدي سلطه طيبه سهله فينا نستبدل الدجاج كمان بال فينا نستبدل اللحمه بالدجاج او بالقريدس يلي كمان بتطلع سلطه طيبه اهم شيء انه نقدمها فتره هون اللحمة آخر دقيقة بدها تتقلى ايه يعني أفضل ما نرجع نسخن ايه فوالا هلا خففنا النار لنتركها شوي على جنب لننتقل لوصفتنا الثانية هي سيتون تارت على مارشميلو بس هي سي با اون تارت لأنه اليوم ما عم نحكي على عجينة التارت عم نحكي على البسكوي الدايجستيف يلي بدنا نطحنه بدنا ندعكه بزبدة يعني عم نعمل الكروت بس الكروت بالكعب هلا كمان هون تينا بدنا نقول للمشاهدين بما انه نحن هلا بدنا نضيفها دون دي فيغين يعني نشتغلها بالزبده بندعكها وقتها بنوضعها بقالب التشيز كيك او التارت وبنطبسها منيح لتطلع مثل الجاتو هلا اليوم بما انه نحن عم نشتغلها بالفيغين ما حنوضع الزبده حنشتغل بس البسكويت اوكي حلو هيدي كمان هون الواحد كمان بيقدر يخفف شوي بيقدر يخفف صح فوالا مثل ما فينا اكيد ندعك بالزبده حلوين هالفيلين فينا نعملها بقالب التشيز كيك او قالب التارت
او بيجات هيك حلو ابيض كبير ترانسبيرون يعني او مش ضروري يبين هلا اول ستيب مثل ما هون عم بشوفوا كحلنا البسكوي ما ضفنا له الزبده لان اليوم حبينا نشتغله بفارين وهيك تما نخوف المشاهدين يعني تكون عنده ايه مش بحاجه ضفناهم هلا الستيب الثاني اليوم عم نحكي على شوكولا اسود بدنا نذوبه مع الكريم فريش مثل ما هون عم بشوفوا عم نشتغل بماري بس فينا بما انه في عندنا كريم فريش وشوكولا فينا نذوبهم كمان بالمايكروويف حلو وهون عم نحكي قد الشوكولا قد الكريم فريش يعني هون كانه مثل قناش عملناه فوالا سيتون قناش بعده سخن؟ بعده سخن بدنا نتركه دقيقة ليفتوي بهالوقت شو بدنا نعمل تينا؟ بدنا نذوب المارشميلو هيدي وصفة كثير سهلة كثير طيبة بدنا ننطره هيك ليفتور شوي ولا مثل ما هون عم تشوفي كثير طيب زيت الزيتون مع اللحمة لكن هلا اليوم حبينا نستخدم فينا نستخدم المارشميلو الزهر والازرق حيلا لون هون لما يذوب رح يعطي اللون يعني حيعطي اللون يعني هو روز رح يصير روز رح يصير روز هلا حنشتغل بالابيض بمقلية على نار او بطنجرة بدنا نضيف المارشميلو بيدوبوا هيك مثل ما بيدوبوا مثل ما هن مع شويه من المي فوالا هيدا ديسير بيعجب الاولاد مش بس ولاد حتى الكبار بين الشوكولا والمارشميلو فوالا والحلو انه سريعه كمان سريعه وهلا بدها خبز لانه ما بعرف انت اولادك كبروا دلال يعني ما كثير كبروا حياتهم عم يكبروا عم يكبروا تينا بس انا بعرف من اولادي لما فوت على المطبخ تعمل ديسير هلا بدهم ياكلوا بدهم ياكلوا بس انه بعد ما خلص بعد الديسيرات بده برا اي صح لا هيدا من الديسيرات السهله يلي بنعمل يعني فينا نشتغل بالدايجست بالمطحون مع الزبده نمزجه نحطه على قالب التشيز كيك نطبسه منيح نحطه بالبراد لمده نص ساعه ناكد انه تماسك وساعتها نشتغل الجناش مع اوكي بيكونوا هونيك جمدوا مثل ما هلا نحن حنشتغل مارشميلو بالملعقه بقلب البفارين بس هون فيني اقول انه انا في اعمل جاتو هلا حالة نوع من الجاتو ونغطي الجاتو بالمارشميلو يعني بيطلع بس كمان بنفس الطريقه بنفس الطريقه بتذوبيه يلي بدنا نذوب فيها بس بده يكونوا سخنين لما نحطهم على القالب بده يكونوا سخنين لانه اذا بننطرهم شوي كمان بعدين مش بس حلو طيب يعني طيب ايه مارشميلو طيب كثير مارشميلو بهالوقت حنوضع الشوكولا نرجع بنذكر انه الشوكولا اليوم اشتغلناه مع الكريم فريش يعني سيتون غاناش إذا عم نحكي على تارت أو قالب تشيز كيك بدنا نغطي يعني فوق كوش البسكوي بدنا نغطي بكوش الشوكولا هون فينا نبلش بالشوكولا بعدين نرجع نكفي بالبسكوي ما بيأثر كمان هون بدنا نذكر انه اليوم عم نحكي على شوكولا اسود مش شوكولا اولي او يعني شوكولا مش سكري مر صوصي لا ولا مر ولا سكري بسموها شوكولا نوار هذا شوكولا بنعمل فيه الفوندون المص او شوكولا شفتي كيف بيدوبوا بسرعه تينا حلو اللحمة بعدها على نار حتى اللحمة بتبق مي تينا فينا نشتغل بالمارشميلو الملون كمان هون بدنا نضيف البلزامي فوالا
ما بدنا ننسى كمان الملح، بهار الابيض، بهار الاسود. اذا حسينا انه الصوص خفيفه بنزيد شويه بعدين على السلاد. على السلاد فوالا، عم بيدوبوا المارشميلو. هيدا خلص يمكن بس نتاكد انه دابوا دابوا. فوالا حلو. نب. هلا مثل ما هن حنطفي، مثل ما هن تينا فينا نمسكهم، هن يعني بننطرهم تيفتروا شوي اكثر ما يكونوا كثير سخنين، فينا نتركهم ونغطي فيهم الشوكولا يلي اشتغلناه على التشيز كيك او قالب. بدنا نشتغل ابيض زهر. حلو، فينا نخلط يمكن. نخلط خاصة بالفيلين بيطلع حلو ومودرن. فوالا هذه وصفة كثير سهلة تينا. ايه سهلة وسريعة. هلا بدنا نقول انه المارشميلو تحصيل حاصل بده يشد وقت يسقع، بس بدنا فينا ناكله اكيد. سو هون بدنا ندخلهم على البراد قبل ما نقدم الفيلين او الزعلين القالب. بدنا نسقعهم شوي بس مش ضروري كثير، يعني في دغري بيسقعوا. اللحمة رح تطفي تحتها مش هيك؟ يلا حلوين. هلا بدنا نزينهم كمان بطريقه حلوه. بدنا نرجع نحط شوية بسكوي عليهم من فوق بس ننطر تا هيك يسقعوا شوي. بدك نحطهم شوي بالبراد قبل ال خليهم بس يسقعوا دقيقة. هلا بدنا نجيب جات الرقة، بما انه قلنا شوي شايلينهم من البراد. حلو، مثل ما مبين بالمقلية انه بعد في صوص من اللحمة. من بعد ما زدنا الخل البلسامك سو مش كثير بحاجه نزيد صوص غير مية اللحمه يعني. صح. حلو. يلي بحب صوص اكثر في يقدر يزيد. يعني استبدل الركة بحيلا نوع بس بينغ الاخضر اذا بنحب كمان. كمان اهم شيء انه نحط كل الصوص تطلع لنا ان بون سلاد. بدنا نزينها بالصنوبر تينا. هول الصنوبرات لإلهم. صنوبر محمص. محمص بالفرن او مش بالفرن. رح نعمل تيستينغ دغري هلا دلال. هاي رانيا. في انطر لبعد البريك، قررنا نعمل تيستينغ هلا. هلا السلاد جهزت. شوفي اثنين اليوم. ايه عزيمة كاملة. اوه لا لا. ميت مع روكا. ايه اوف. هاي
الى اطيب شيء للصيف. ميل كامل اتينا. ايه يعني ركا وفيها الفيليه اللي مع شويه بلسامي ريحتها على فكره. هلا بدنا ندوق. دلال قبل بقد ايه بنحط البلسامك قبل ما نطفي؟ شي 5 دقائق. بيقدر يداين هالقد؟ ما بيشد؟ ابدا. ليك الديكور تينا شو مهضومين هول. واو شو خارج بحر. اذا اولادك عم بيحضروا رح ينقوا عليك كرسي. اليوم كرسي. الله يقدر. بدي استعين بدلال لك. يلا. لا بس هينه يعني صحيح. بسكويت دايجستيف بتطحنيه بكعب الفيرين. نعم. رجعت حطيت فوقه كوش من الجناش شوكولا مع الكريم دايب ودوبت مارشميلو. هذا الابيض مارشميلو. اوه لا شيء كثير مهضوم. خرج بيرث داي دلال. صح يعني بيرث داي خرج. اذا نحن عم نشتغل هوم ميد الاكل. كثير سهله انه تنعمل. هلا هون بدنا نقول شيء اذا مش كثير بيرث داي يعني ما بقى عندنا اولاد صغار وما بيعني لنا الامر. فينا نشتغلها كمان. فوالا طيب نسكب سلاد. فينا نشتغلها. رح نجيب نشتغلها هيك ملقط بملقط. اوكي اوكي فوالا. لكن اذا مش بيرثدي قلتي اذا مش بيرثدي فينا ندوب لنشتغل كديكور يعني مثل كانه عم نشتغل بالفات سكري بهالطريقه يعني يمكن في كثير ما بقى يعني لهم بيرثدي. مضبوط. I can't wait للسلاد. هيدي حتى هول نفسهم رنا بينعملوا بقالب. بقالب بتعملي قالب مش وبينقص بدين. وبينقص. اها ما معقول شو مهضومين. ما معقول. اوكي تينا باردون بس رح اسبقك. ما بقى ايه ده صايفه بس بقدي بقدي ده. بدنا نحط اللحمه. هي وسخنه. هي وسخنه. اهم شيء تكون اللحمه تشاد يعني مفتوره مش مغليه اكيد. رو شو طيبه. ايه ستون. شو حلو انه هيني وسريعة. ايه هيدي وصفة لدرجة انه عملنا 2 وصفات بنهار واحد. عملنا 2 بوصفة هيدا. بنرجع بنذكر يلي ما عم باله اولاد صغار ابدا فينا نشتغل بقالب يعني ندعك البسكويت دايجستيف مع الزبدة نلتها او نطبسها بقالب التشيز كيك او التارت نحطها بالبراد لمده نص ساعه نرجع نعمل جناش يعني ندوب الكريم فريش مع الشوكولا الاسود نغطي البسكوي المطحون. فينا نزين بغير المارشميلو. فينا نزين بملبس او بفواكه مجففه او اي شيء. فينا او بالبسكوي يعني هو يلي اقرب شيء لل حلو كثير. كثير مهضومين وصفتنا كانوا اليوم سريعين. ايه سريعين حلوين وطيبين. رح ناخذ بريك مشاهدينا من كافي مع توب ستوريز.